السلام عليكم. عديد من المرضى بيصابوا في وقت من الأوقات بخشونة مفصل الركبة، وللأسف في عندنا عوامل كتيرة بتتدخل تساعد على إصابتنا بمفصل الركبة. في منهم عوامل للأسف ما نقدرش نتحكم فيها، زي عمر المريض. فالمريض كل ما عمره بيتقدم كل ما فرص إصابته بخشونة مفصل الركبة بتزيد، زي جنس المريض. فالسيدات فوق سن 50 سنة أكثر عرضة للإصابة بخشونة غضاريف الركبة أكثر من الرجال في نفس المرحلة العمرية. وبرضو الصفات الوراثية اللي احنا بنورثها من أهلنا قد تساعد في بعض الحالات على أن احنا نصاب بخشونة الركبة. ولكن على الرغم من كده في عوامل كتيرة في إيدينا احنا نقدر نعملها نتجنب بيها خشونة مفصل الركبة. زي إيه؟ أهم حاجة وأول حاجة بنذكرها في العوامل دي هو أن احنا نحافظ على وزننا المثالي. والوزن المثالي ثبت أن كل ما وزننا بيزيد كل ما فرص إصابتنا بخشونة الركبة بتزيد. فالكيلو جرام الواحد اللي احنا بيزيد في وزننا بيحط في الحقيقة عبء 4 أضعافه على مفصل الركبة. يعني المريض اللي عنده زيادة 10 كيلو في وزنه في الحقيقة هو بيحط 40 كيلو زيادة على مفصل الركبة. بالإضافة لكده ثبت أن الخلايا الدهنية الكتيرة اللي موجودة في جسمنا بتطلع مواد. المواد دي بتساعد على أن يحصل خشونة والتهابات في المفاصل في الجسم كله، حتى في المفاصل اللي ما فيش عليها تحميل زيادة زي الفقرات العنقية وزي المفاصل بتاعة الإيدين. إذن نحاول قدر المستطاع نوصل للوزن المثالي اللي احنا بنقول بالتقريب أنه هو عبارة عن الطول وبنشيل منه 100. يعني لو مريض طوله مثلا 170 سنتي يبقى الوزن المثالي بتاعه 70 كيلو جرام. طيب ايه عوامل تانية تساعدنا على تجنب خشونة الركبة؟ تاني حاجة ان احنا نتجنب ونعالج مبكرا الاصابات اللي بتحصل في مفصل الركبة والمشاكل الصحية اللي بتحصل في الركبة. زي ايه؟ زي تقوس الساقين مثلا. بنشوف للأسف مرضى عندهم خشونة متقدمة بسبب تقوس الساقين، وللأسف المرضى دول لما بنسألهم ان ما فيش حد قبل كده قال لكم على ان في تقوس وانه محتاج يتعالج، فيقولوا فعلا الدكتور قال لنا الحكاية دي، ولكن وقتها احنا خفنا من العملية وما كانش عندنا وجع جامد فما حبيناش نعمل العملية. وللأسف تفاقمت الحالة الى ان وصلت لدرجة ان يبقى في خشونة متقدمة، وبدل ما كان هيعمل جراحة بسيطة ويحافظ على ركبته اصبح ان في احتمال انه يحتاج يعمل جراحة تانية زي المفصل الصناعي. برضه العلاج المبكر لإصابات الركبة وخصوصا في الرياضيين زي قطع الأربطة الصليبية وقطع الغضاريف الهلالية تساعد على أن احنا نتجنب خشونة مفصل الركبة. ثالث العوامل اللي في إيدينا اللي نقدر بيها نتجنب حدوث خشونة في مفصل الركبة هو أن احنا نمارس الرياضة. ممارسة الرياضة احنا عارفين كلنا أن لها فوائد كتيرة لجسم الإنسان، ولكن بالنسبة للخشونة بالذات هي بتساعد أن احنا نقلل وزننا وبالتالي نحافظ على الغضاريف، تساعد على ان احنا نقوي العضلات المحيطة بمفصل الركبة ودي بتساعد على انها تحافظ على المفصل. انما ايه الرياضات اللي احنا نقدر نمارسها؟ في رياضات بسيطة جدا سهلة ان احنا نمارسها ومش هتحط عبء جامد على ركبنا، زي المشي وزي السباحة، او على الاقل ان احنا نعمل تمارين في حمام سباحة. ولكن عايزين نتجنب الرياضات اللي بتحط عبء جامد على ركبنا، زي الرياضات العنيفة زي كرة القدم، وزي التمارين اللي بتحط عبء جامد زي وضع القرفصاء بالنسبة لركبنا. إنما لو مارسنا رياضات بسيطة دي بقى لها فايدة كبيرة بالنسبة لنا فإن احنا نتجنب خشونة المفصل. رابع الحاجات اللي احنا نتجنبها علشان نحافظ على ركبنا وهي إن احنا نتجنب الأوضاع الخاطئة اللي بنعملها في حياتنا اليومية اللي بتحط عبء جامد على المفصل. زي إيه؟ زي الوقوف لفترات طويلة مستمرة، دي حاجة سيئة بالنسبة لغضاريف الركبة. زي طلوع ونزول السلم كتير، ده برضو مش كويس وخصوصا المرحلة العمرية للمرضى اللي هم تخطوا سن 40. زي القعدة لفترات طويلة على الأرض أو أن احنا نبقى قاعدين وتانيين ركبتنا جامد تحتينا، ده كل الحاجات دي بتساعد على أن احنا نحط عبء جامد على الغضاريف ويساعد على أن احنا جيلنا خشونة في مفصل الركبة. إذن احنا عندنا 4 حاجات في إيدينا نقدر نتحكم فيهم تساعدنا على تجنب خشونة الركبة. أول حاجة المحافظة على الوزن المثالي، تاني حاجة العلاج المبكر لإصابات ومشاكل الركبة زي تقوس الساقين وإصابات الرياضيين، زي ان احنا نمارس الرياضة، وزي ان احنا نتجنب الاوضاع الخاطئة في حياتنا اليومية علشان نحافظ على الغضاريف ونتجنب حدوث الخشونة. مع تمنياتي لكم بالصحة والسعادة.